إذن متابعينا، شاهدنا وإياكم جانب من جلسة بعنوان مستقبل الرياضة، والآن ينضم إلينا في الاستوديو ضيف محمد مميز بعفويته وتلقائيته، كلماته تلمس المشاعر دائما لأنها تطلع من القلب للقلب. نرحب بالإعلامي الكويتي علي نجم. أهلا وسهلا فيكم، وعاش من شافكم، ومشكورين على هالاستضافة الجميلة. بالعكس، نحن نتشرف فيك طبعا في هذه قمة الإعلام العربي، وأنت ضيف دائم للمنتدى الإعلام العربي، واليوم تتواجد في منتدى الإعلام العربي للشباب في دورته الثانية. لو تحدثنا عن تجربتك اليوم في الجلسة اللي قمت بها قبل قليل. صحيح، كانت للأمانة جلسة ممتعة مع بنات قادرين بأنهم يتركون أثر جدا جميل، يمكن تعرفنا عليهم في وسائل التواصل الاجتماعي على مدى سنوات طويلة، واليوم شفناهم ينتقلون إلى عالم البودكاست، وكل واحدة منهم في عندها بودكاست متابع وفي لها قاعدة جماهيرية جدا كبيرة، فكنا حابين نعرف تجربتهم في هذا المكان، وشنو اللي خلاهم اليوم ينتقلون من السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي إلى البودكاست. ألف الحمد لله يا رب، كانت يعني جلسة مثرية جميلة، إيقاعها سريع بحضور غمر قلوبنا للأمانة، وهو أمانة مو شيء مستغرب، الحضور اللي دائما نلتمسه في منتدى الإعلام العربي يكون حضور كثيف من عقليات مميزة نستفيد ونتبادل معاهم المعلومات. نعم. طيب علي، يعني أنت 14 سنة من التقديم الإذاعي ولك بصمة إذاعية، تجربة وحيدة في التلفزيون الكويتي، ومن بعدها انتقلت إلى الإعلام الجديد عن طريق البودكاست. برأيك، يعني أنا بعرف شو أسباب انتقالك إلى المنصات، يعني أنت تشوف أن مثلا التلفزيون التقليدي أو الإعلام التقليدي لم يعد يواكب المتغيرات، وهذه النقلة شو أضافت لمسيرتك الإعلامية؟ للأمانة هي كانت تجربة يتيمة حتى رمضان الماضي. رمضان الماضي قمنا أثريناها مرة ثانية في برنامج مسابقات على التلفزيون وبرنامج حواري آخر على التلفزيون بتجارب مختلفة، ولكن يبقى في البودكاست أو يبقى في الإعلام الحديث مثل ما احنا نسميه قاعدة جماهيرية احنا ما نقدر نوصلها لا بالإذاعة ولا بالتلفزيون. قاعدة متعودة بأن هي تتابعنا متى ما وقتها ناسب، مو متى ما احنا فرضنا عليهم الوقت اللي عادة نلتزم فيه في الساعات التلفزيونية أو الساعات الإذاعية، أو مثل ما أنتم عارفين التي في جريد أو غيره، أن أنت والله برنامجي بالساعة الفلانية أنت يا تتابعني بالساعة الفلانية يا ما تقدر أن أنت تتابعني. حبينا بأن احنا نشوف شلون احنا نقدر نتواصل مع الشباب واللي هم اليوم صاروا يبون يتابعونك بعيدا عن أي نوع من أنواع الرسميات، بعيدا عن أي نوع من أنواع التكلف في التقديم، يبون يحسونك قريب على قلبهم، وأضافت لي بشكل جدا كبير، لأن اليوم غير أني تعلمت، غير أني سمعت منهم وايد، غير أن هي محاولة لتوسيع قاعدة الجماهير بأن الناس اللي تتابعك تكون من فئات عمرية مختلفة، والأهم من هذا كله إيش كثر أنت كمذيع اليوم سامح لنفسك بأن أنت تتغير، سامح لنفسك بأن أنت تتبنى أفكار جديدة، وهذه الأفكار إيش كثر ممكن أن هي تأثر على مسيرتك الإعلامية بالإيجاب أو بالسلب، بعيد السلب عني وعنكم إن شاء الله يا رب، سنقول بالإيجاب إن شاء الله. علي، بما أن يعني أن أنت كنت في الإذاعة والتلفزيون وأيضا حاليا في صناعة المحتوى، أين تجد نفسك خاصة في هذا العالم الكبير متطور بشكل كبير؟ يعني هناك التلفزيون أيضا تواجد في منصات حاليا ونجح وخذ شهرة كبيرة، إن كان بعض عندنا نحن في دبي أوان، وعندنا أيضا مثلا شاهد، كثير من المنصات اللي لاقت يعني نجاح كبير، وفي المقابل أيضا المذيع تطور لمرحلة أنه يتواجد وينافس صناع المحتوى، فأين يجد نفسه اليوم علي نجم؟ رجعوني الإذاعة. أنا عاشق للإذاعة بشكل ما تتخيله، بالنسبة لي كل شيء تطور إلا الإذاعة تظل مختلفة بالسيارة، تظل هي صديقتك في مشاويرك، تظل قاعد تتواصل فيها مع المتلقي باستخدام صوتك فقط، واللي هو يعتبر من أصعب وسائل التواصل مع الناس اللي قاعدين يسمعونك. فيبقى التلفزيون حلو، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي حلوة، تبقى المنصات حلوة، ولكن الإذاعة دائما وأبدا بالنسبة لي تجربتها مختلفة جدا في قلبي. علي نجم، الإذاعة قريبة إلى قلبي، شكرا لك، وإن شاء الله نلقاك في لقاءات أخرى ضمن قمة الإعلام العربي بإذن الله. شكرا. مشكورين، ما قصرت، والله يحفظك.